انا من الاشياء كنا دائما نحكي عنها وناكد عليها اكثر مره انه هذا اللي هون بنعمل احنا فارق ما بين الجيت والكفر. ما بقدر اعمل جيت لحاله وما لهاش معنى، لازم اعمل بين الجيت والكفر. هاي مشكله. المشكله الثانيه بدي اعزل اللوجيك بارت عن الهاي فولتج بارت. هذا هون هاي فولتج بارت كله. اللوجيك بارت بيجيني من البيك مايكرو كنترولر او شيء، يعني هذا ممكن يكون مثلا هون عندي بيك مايكرو كنترولر او لوجيك سيركت ونفترض انها اكتف لو، راح يطلع عندي مثلا هون نفترض اني مستخدم انا اليو ال ان درايفر، راح يكون في عندي ريزيستر من هون وبعدين هذا اللايت ايميتنج دايود اللي هون، هذا اللايت ايميتنج دايود هو هذا هون. هاي الدائره معزوله كهربائيا، مثلا نفرض هاي هون مايكرو بروسيسور فرضا وهذا هون درايفر، فلما يكون هذا واحد هذا بيكون لو فبيعمل سينكينج للكرت، بشغل ال اي دي. لما يشغل هذا ال اي دي شو بشغل معي؟ كهربائيا هاي الدائره معزوله تماما عن هاي الكهرباء الدائره، بس هاي بدها باور سبلاي حتى تشتغل، فبنعملها باور سبلاي خاص فيها. فهم جيب ترانسفورمر صغير او اذا عندك مثلا اي فولتج دي سي، دي سي فولتج سورس، هذا معزول من هون اعطاني هون اي سي فولتج، ايش عملنا له؟ فول ويف ريكتيفيكيشن، بعدين عملنا له فلترنج، اعطاني هاي الفولتج سورس اللي هون. هذا الهدف من هاي الدائره كله، بس يعطيني فولتج سورس لكنه معزول، فولتج سورس معزول. هذا ترانسفورمر ديديكيتد لهي الدائره، هذا المحول اللي هون ديديكيتد لهي الدائره بس، يعني هاي كلها فارق سيركت بس عشان هذا الاس سي ار. الكاباستر بيعمل سموثينج، بعدين الاشاره بتنتقل من هون، عندي هون ام بي ان ولا بي ام بي؟ بي ام بي ومشبوك هون على الهاي. هون عندي مقاومه صغيره جدا، هون ممكن احط ال اي دي ان سيريز مثلا عشان يعطيني انديكيشن انه في فارق عشان يساعدني. هلا هاي الدائره هون لما يشتغل هذا راح يصير هذا من هون لو، لما يصير لو راح تشتغل الدائره هاي. مضبوط؟ ايش راح يشتغل معي؟ بي ام بي. لما يشتغل بي ام بي بصير اون، لما يصير اون بعطيني هاي فولتج. هون في عندي تاي داون ريزيستر ان سيريز مع الاس سي ار، فبيشتغل الاس سي ار. هاي الدائره كلها كهربائيا معزوله عن الدائره هاي اللي موجوده هون. فما في مشكله اني اشبك الكاثود مع النقطه هاي، ماشي واضح؟ انا ما كنت بقدر اشبك هاي الكومن تبعها مع الكاثود هاد، لكن هلا هيك معزول. هاي الدائره معزوله تماما عن الكاثود والجيت تبعت هاي الدائره، وهاي فايرنج سيركت كامله بتشتغل وبتعمل لي فايرنج. ممكن تلاقيها انها بتيجي على موديول صغير مثلا بدخلها 220، هي بتعمل الجنريشن السبلاي باور سبلاي، بتعمل كل الايسوليشن اللي موجود هون بين هاي الدائره وهذيك الدائره. ماشي واضح؟ فاهمين؟ اوكي؟ نعم.